كل زعما بالاسى وحزن تلقينا هاد هاد الشريط وكنقول ان هاد الشريط غير سعداء والحظ باش تبان في وسائل التواصل اما راه كاين عدد كبير اللي ما وصلناهمش لا كجمعيات ولا كاعلام ولا شهرنا بهم بقى وراء الصمت هاد الـ هاد الانثى اللي كنقول انا كتعرض لهاد المسائل هذه شيء كنخجلوا منه كمغاربه كنخجل منه انا كمواطنه كمراه حقوقيه لان خصنا نشوفوا العمق ده هاد الحادثه لا هي ولا اللي اعتدى عليها ضحايا لا هي ولا اللي اعتدوا عليها انا ما كنقولش تحرش هذه جريمه شنعاء لان تطاولوا بديهم باش يضربوا باش يزولوا باش 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 هادشي كامل انا كنقول خصنا هندسه لاعاده التربيه لهذا الجيل اللي ولا داير هاد السيبه في البلاد البارح محاوله ديال الحريق هاد الحادثه راه تكررت في طنجه وكنظن باقي غادي تتكرر الا ما خطيناهاش بايادي من حديد وما خليناش ديك ديك الافلات من العقاب اللي كينص عليه القانون 133 تمنينا باش يكون حوار وطني الاعلام ديالنا عوار الاشهارات اللي كتطفل على البيوت يكون هذا حوار يكون جدي وما تحكمش متحيز لطرف وعدونا الاخر كنتمنوا باش كل واحد يحس انه مسؤول لك أو أولياء ولك مناهج دراسية كما قلت ولا ولا خصنا نحسوا بالمسؤولية لان لك مجتمع مدني انا مؤكده ان المحاميات من طرف اتحاد العمل النسائي غادي يواكبوا هذا الملف ولكن عندي واحد الحصرة انه غادي تسلب بالتنازلات انا كنقول كنأمل باش يكون واحد العقوبه صارمه نشوفوا هندسه لاعاده تربيه هاد الاطفال وضعوهم في شي مراكز لاعاده تربيه فيهم باش يكونوا قدوه للخرين لان هذه السيبه كنسميها انا السيبه في البلاد واش اطفال قصيرين هما اللي غادي يوريونا او يفرضوا علينا كنيسه شنو نلبسوا هادشي ما كاينش فشي دوله اخرى هاد الاطفال قالوا داروا معاهم تحقيق واملين باش يحرقوا اذا غادي يقبلوا سياسه الغرب لباس الغرب ما يقبلوش شي ديالنا حنايا حنا ماشي دوله فيها غير المسلمين حنا اماره المؤمنين كيقودها صاحب الجلاله اللي هو رجل تقدمي وافكار تقدميه وركبنا على قطار الديمقراطيه وعلى قطار التقدم اذا من العار يكون عندنا هاد الاطفال هاد النموذج بحال هادو والغريب وال وال والاسف منهم عادات لان حنا كنساء راه كنجولوا في الاسواق كنمشيو الشوارع كنشوفوا البلاد ديالنا لا حق لنا كنساء في المجال المجال كيتمتع به غير الذكر دون الانثى عندنا في الشواطئ ما كنتمتعوش في المقاهي في الاسواق في الازقه نرجعوا كنتضربوا من طرف وليدات وليداتنا حفظي اني جيت ضربني اذا نخاف على راسي كمواطنه تاعنا نخرج غدا اذا هذا راه رعب كنعيشوه نوع من الارهاب نوع من التلوث كيف ما بغيتي تسميه هذا تلوث بيئي تلوث افكار تلوث عقليه كيفاش ان الطفل اللي عنده 15 عام هو اللي يورينا شنو نلبسوا مش ما عندنا الحمد لله قوانين في البلد عندنا قوانين عندنا يعني عن مصادر هاد الوليد هو نتاج المجتمع نتاج اذا خصنا دراسات كما قلت مهندسين اللي خصهم يوريونا كيفاش نصلحوا هاد الاوضاع هادي وكنقول كافا هادشي ما كنتمناش يتكرر مره اخرى كافا خص العداله تاخذ هذه المسائل بيد من حديد الا هو قاصر عنده اللي اللي والديه اللي غادي يربيوه او اللي هادي هما اللي تعذبوا في بلاصه هما اللي تربوا في بلاصتو معندناش ديك مؤسسه الزواج كتنتجنا غير الاطفال كي كنقولوا بالعاميه ديالنا ولد الشارع يا ربي كيفاش ان هاد الاطفال كيتشبعوا بغينا نشوفوا منابر ديال العلماء المتفتحين ديالنا واش اللباس هو اللي غادي انا يحكم على باش ناخذ ل... 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 باش نتجول بحريه باش الواحد ي... ي... يعيرني غير باللباس هما منقبات محجبات سافرات كما كيقولوا هما متبرجات لابسين ولا ما لابسينش كنتعرضوا للعنف والتحرش في الشارع وهذا الشيء دراسات كتقولها ماشي غير حنايا والتواجد ديالنا في هذا كنتعرضوا لهاد لهاد الظاهره الخايبه اللي كنقولها واقع ما تنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس